ادي العيش لخبازه، مقولة قديمة بتتقال في سياق ان الكل صنع رئيس مميز فيها، وده موضوع حلقتنا النهاردة. صباح الخير مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال في حلقة جديدة وموضوع مختلف من برنامج بيقولوا. هكون معاكم ندى سعيد من دلوقتي ولمدة نص ساعة كل يوم حد الساعة 11 الصبح. في البداية خلوني أصبح على زميلاتي. صباح الخير يا إيمان. صباح الخير يا سالي. صباح الخير يا ندى، وصباح الخير يا إيمان، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. صباح الخير على مشاهدينا في كل مكان. اصحى يا نايم وحد الدايم ورمضان كريم. الجملة دي مش غريبة علينا، وأكيد طبعا كلنا عارفين مين بيقولها. الشخص ده كلنا بنحبه ولينا ذكريات جميلة كتير جدا معانا واحنا صغيرين. أجمل ذكرى لينا واحنا صغيرين لما كنا دايما بنسمع صوته بنجري عليه علشان نشاور له من بعيد ونقول له ينادى على أسامينا. أنا طبعا مش محتاجة أقول لكم إن أنا بتكلم عن المسحراتي. المسحراتي اللي كلنا عارفين إن وظيفته الأساسية إنه يصحي الناس وقت السحور علشان يتسحروا. بس اللي ما نعرفهوش إن هو إمتى بدأ وإمتى دخل مصر وإيه هي قصته. مبدئيا المسحراتي بدأ مع بداية الإسلام، وكانوا أول ناس تكلفوا بوظيفة المسحراتي دي كان بلال بن رباح وصاحبه ابن أم كلثوم. كانوا بيساعدوا بعض، واحد يمشي في الشارع ويصحي الناس علشان يتسحروا، والتاني مع وقت الفجر كان بيأذن علشان يعرف الناس إن خلاص الصيام بدأ. أما المسحراتي ظهر في مصر بالتحديد من 12 قرن تقريبا، وكان أول حد هو يتولى مهمة المسحراتي في مصر كان والي مصر ساعتها، واللي هو كان إسحاق ابن عقبة. أما المسحراتي في عصر الدولة الفاطمية كان مختلف شوية عن المسحراتي قبل كده. كان الحاكم بأمر الله بيؤمر الشعب إنه ينام بدري بعد صلاة السحور، بعد صلاة التراويح، علشان يقدر إن هو يصحى في وقت السحور يتسحر. وكلف جنوده إنه مع وقت السحور يمشي في الشارع ويخبط على بيوت الشعب ويصحيهم علشان يتسحروا. بس الحقيقة الموضوع ده كان صعب شوية، فقرروا إن هم يكلفوا شخص محدد تكون وظيفته الأساسية إنه يبقى مسحراتي. ومن هنا بدأ يتقال عليه مسحراتي، وكان دايما بيمشي وينادي على الناس يهلا الله اصحوا اتسحروا. بس للأسف مع تطور الزمن وظهور التلفزيون والراديو بدأ يغطي على وظيفة المسحراتي، والناس ما بقتش أصلا محتاجة للمسحراتي في حياتها. فالمسحراتي لما شاف إن الدنيا اتطورت من حواليه قرر إن هو كمان يطور من نفسه، وقرر إنه يمسك طبلة كبيرة وينزل في الشارع ويطبل في الشارع وبنغمة مختلفة علشان الناس تصحى. وكمان قرر يضيف للاختلاف ده إنه ينادي على أسامي الناس اللي في الشارع علشان لما يسمعوا اسمهم يصحوا. الناس عجبتهم الحركة جدا ولفتت انتباههم جدا، وبدأوا إن هم يتعلقوا بوجود المسحراتي ويحبوه وبيستنوه كمان كل ليلة حتى لو هم صاحيين. فالمسحراتي من وقتها بقى فعلا رمز من رموز رمضان، لدرجة إن نجوم عظام زي الفنان الراحل سيد مكاوي قرر إنه يجسد شخصية المسحراتي، وبالفعل جسدها ونقلها لشاشات التلفزيون. الله على كلامك الجميل يا إيمان والذكريات الجميلة اللي رجعتينا ليها بعد الأيام. كل عام وأنتم بخير، وكل عام وكل مشاهدينا بخير وبصحة وسلام يا رب. رمضان كريم علينا وعليكم. النهاردة موضوعنا خفيف ولطيف، هنتكلم فيه عن مهن رمضان بالتفصيل. لكن قبل ما نبدأ موضوع حلقتنا النهاردة خلونا نطلع معاكم فاصل ونرجع لكم، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كلامنا عن مهن رمضان. ساعات قليلة جدا بتفصلنا عن أول سحور في شهر رمضان، وطبعا رمضان عارفين أنه يعني أجواء رمضانية، والأجواء الرمضانية دي مش هنحسها إلا بوجود ناس بسطاء جدا في حياتنا، ولكن وجودهم بيفرق معانا جدا في شهر رمضان، زي بياع الكنافة والقطايف.
يا جماعه احنا عمرنا ما نتخيل ان احنا ننزل في رمضان نتمشى في الشارع ما نلاقيش بياع كنافه وقطايف. ده احنا بنحس ان هم رمز من رموز رمضان، مع ان الكنافه موجوده طول السنه، بس الحقيقه احنا يعني ما بيبقاش عليها اقبال الا في رمضان. فحقيقي بياع الكنافه والقطايف دول ليهم دور كبير جدا في ان هم يحسسونا باجواء رمضان. يعني رمضان من غيرهم الحقيقه ملوش اي معنى. هم مش مجرد ناس واقفه في الشارع بتبيع او بتسترزق وخلاص او بتكسب فلوس، هم ناس بتساهم بان هم يعملوا صوره كامله لرمضان في مخيلتنا من واحنا لسه اطفال صغيرين. فعلا يعني لما تمشي في الشارع وتلاقي رصه الكنافه والقطايف في الشارع والخيمه الرمضانيه والشوارع كلها مليانه، فعلا الناس واقفه بتبيع كنافه وقطايف. الناس دول مش مجرد ناس فاتحه مشروع او فاتحه باب رزق ليهم، بس هم رمز من رموز رمضان. يعني رمضان من غيرهم ملوش معنى يعتبر. مش بس الحلويات يا إيمان اللي بيتميز بيها كمان رمضان، ما نقدرش ننسى طبعا أبدا الراعي الرسمي لأي سفرة سحور في رمضان وهو الفول. طبعا احنا عارفين أهمية الفول في انه ازاي بيقدر يخلي الصائم يقاوم الجوع على مدار اليوم اللي هو صايم فيه. طبعا بسبب ان الفول يعتبر مقاوم للصيام والجوع والشعور بالجوع، فبنلاقي شوارع مصر مليانه بعربيات الفول اللي بتتميز باضاءتها وبتتميز بالانوار بتاعتها والالوان بتاعتها والاغاني الرمضانيه اللي بتبقى شغاله على العربيات دي. وطبعا لان في الفتره الزمنيه دي بيكون الفول بيتميز بطعم غريب، هو موجود ايوه طول السنه، لكن سبحان الله هو بيبقى في رمضان مختلف عن كل الايام او عن كل وجوده طول السنه، فبنلاقي عربيات كتير واقفه عنده. وكمان في عربات فول بتبقى مكتسبه شهره كبيره جدا لدرجه ان في ناس بتجيلها من اخر الدنيا ومن اماكن بعيده جدا عشان بس يتسحروا من العربيه دي. وما نقدرش طبعا ننسى الزبادي اللي ما بيحلاش الا بعد طبق الفول. فالزبادي ده بيبقى من الاطعمه المهمه والمفيده في رمضان واللي بتزدهر جدا صناعته وبيعه في رمضان بالتحديد. بطريقه لطيفه، هو فعلا هو ده اللي بيرطب على قلوب الناس تقريبا. بس انتوا نسيتوا حاجه مهمه جدا، انتوا نسيتوا اهم حاجه على السفره المصريه الاصيله، هو الترشي. الترشي اللي كل الناس دلوقتي بقت تتفنن في بيعه، بتتفنن ان هي ترصوه طول السنه، بيعملوا مخللات ويعملوها بطريقه لطيفه جدا عشان يبيعوها في الشهر الكريم ده. وهو فعلا من المهن الاساسيه الموجوده في شهر رمضان وما بتتشالش من على اي سفره مصريه اصيله. كمان في حاجه حلوه جدا احنا كلنا بنحبها ومستنيينها على سفره رمضان، هو العرقسوس. الراجل اللي بيلفت انتباهنا بحركاته، حتى باللحن اللي بيعمله هو ماشي في الشارع، حتى بطريقه لبسه، اللحن ده بيرن في ودننا حتى لو هو جاي من بعيد. الناس كلها بتبقى عارفاه، بيبقى معاه تمر هندي، طريقه وقفته وهو بيصب الكوبايات تلفت نظر اي حد. كل حاجه وكان بيبقى ليها صنعه، كل حاجه بيبقى ليها مهنه اساسيه. احنا كمان المفروض ان احنا نبقى عارفين كل ده، بنبقى عارفينه مع الناس، بنشوفه في طريق في الشارع، بنشوفه بنتكلم معاه. دي حقيقه فعلا، المهن دي مهمه جدا في رمضان. يعني هم مش مجرد ناس فاتحين باب رزق علشان يكسبوا منه فلوس، هم ناس اساسيه في رمضان، وفعلا رمضان من غيرهم ملوش معنى. بس برضو خلينا نقول يا بنات ان احساسنا باجواء رمضان ما بيتوقفش بس على بياعين الكنافه والقطايف او بياعين الزبادي والفول، هم كمان بيتوقف على الاماكن الاثريه. هو بالظبط كده زي ما بتتكلمي، بس احنا بنتكلم زي انت يعني في اول حلقه لما اتكلمتي عن مسحراتي، كل حاجه تحس ان هي ليها جو جوه مصر، يعني اجواء مصر هي اللطيفه غير اي جو تاني، خصوصا في شهر رمضان. دي حقيقه فعلا، انا ما اعتقدش ان مسحراتي موجود في اي مكان تاني، او يعني هو مشهور قوي في مصر، ومسحراتي ليه دايما هيبه كده في مصر والاطفال أيوة. كلهم بيستنوه حتى الكبار كمان. ايوه بينده بيقول باسم حد، يعني باسم مثلا صاحب البيت او باسم عيله، يجي ينده في الشارع بيجي يتكلم، الناس بتبقى شايفه ده او شايفاه وحباه. يعني نغمات برضه، يعني هو بيبقى ماسك حاجه اللي هو بيخبط عليها بينده باسم صاحب البيت. زي الراجل بتاع الرسوس بيبقى لحنه هو اللي معروف، الناس كلها بتبقى عارفه ان اللي بينده في الشارع ده او بيعمل اللحن ده هو بياع الرسوس. ما تنسوش كمان فوانيس رمضان يا بنات، فوانيس رمضان برضو بائعي فوانيس رمضان وظيفتهم او مهنتهم دي بتزدهر جدا في رمضان. ده حقيقي، ده حقيقه فعلا. وخصوصا بقى يا بنات لو هنركز بقى على الاماكن المشهوره جدا في مصر برمضان، عندكم شارع المعز.
شارع المعز يعني يعتبر هو يعني انا حاسه بس ان هو معمول لرمضان ده بسبب ان رمضان اصلا دي حاجه كلها ايمان واسلام يعني وحاجات جميله جدا اسلاميه. فشارع المعز مبني بطراز اسلامي معماري، فعشان كده احنا بنحس فيه ان احنا حاسين باجواء رمضان اكتر، لان هو في رمضان الصراحه بيبقى مختلف تماما عن باقي شهور السنه. يعني احنا لما نروح نفطر في رمضان في شارع المعز حقيقي اكيد يعني هيبقى الفطار فيه مختلف تماما عن فطارنا في البيت، وكمان لما تروح تصلي صلاه التراويح في مسجد الحسين اكيد هتختلف جدا. يعني بالظبط، هو فعلا يعني جو مسجد الحسين اصلا روعه في حد ذاته، وانت يعني لو حد جرب ان هو يروح بيبقى عايز كل يوم يروح، بس خصوصا الزحمه، فده يعني الناس بتبقى حابه بصراحه، الناس حابه جو الزحمه، الناس عايزه تروح تقعد بس عشان تبقى قاعده وسط ناس جديده وتشوف ناس جديده. هي ملهاش علاقه بالزحمه يعني. بيبقى موجود أيوة. في شارع المعز والحسين الطقوس الدينيه والابتهالات، قيام الليل والتهجد، وحتى قبل الفطار بيبقى انتظار الفطار جميل جدا وليه رونقه وطعمه الخاص. بس اهم حاجه ان احنا فعلا بصراحه روحانيات جميله جدا. اهم حاجه ان احنا حتى لو طلعنا معزومين في شارع المعز او الحسين، يا جماعه في طقوس يعني بتبقى يعني معظمنا بيقع فيها اخطاء، زي ان احنا بندب الاكل مره واحده فما بنقدرش نكمل. دي فعلا مشكله رمضان، الناس بتقعد تاكل بسرعه بكتير جدا يعني، ده حقيقي، وما بيقدروش يكملوا الاكل. فالمفروض يعني ان احنا نتبع انه نشرب، نبدا بمقبلات، طبق شوربه عشان نقدر نكمل باقي الفطار. الناس بتبقى جعانه طول النهار، واول ما بتشوف الاكل احنا هناكل كل الاكل، ما بيقدروش يكملوا، ما حدش بياكل تقريبا. ما يعني ما بيتبعوش سنه الرسول، ثلث الطعام وثلث الشراب وثلث النفس، يعني ما بيقدروش ان هم لا بياكلوا بس. بياكلوا بس. ايوه كل الناس بتبقى مستعجله، يعني في ناس تقول انا عطشانه بس وهشرب يعني عصاير بس، وناس تقول لا انا جعانه انا يعني انا هاكل بس. على طول. بس في ناس بتعمل الاثنين عادي ودي حاجه بيقدروش يكملوا اساسا، ممكن الاكل يفضل قاعد اسبوع فعلا، حرفيا هو ممكن يفضل قاعد اسبوع. تمام. بس يا جماعه تخيلوا بقى يعني السحور في المعز، تخيلي تتسحري في المعز، ده وقت يعني احساس مختلف تماما عن السحور في اي مكان تاني او السحور اصلا في البيت. انت يعني قصدك عشان الروحانيات هناك؟ لا مش الروحانيات، السحور في المعز بيختلف في ايه؟ ان الناس كلها بتبقى قاعده في الشارع مع بعض، يعتبر كلهم قاعدين بيتسحروا سوا، كلهم قاعدين يعتبر قاعدين بياكلوا سوا، وكلهم نفسيتهم مرتاحه، نفسيتهم مرتاحه اصلا عشان احنا في شهر رمضان، لان شهر رمضان زي ما احنا عارفين صلاه وقرايه قران، واحنا عارفين ان الصلاه وقرايه القران هم دول اللي بيهدوا النفس، اللي بيهدوا الاعصاب ويريحوا النفس كده. فالناس بقى طول السنه بتبقى أيوة. اوقات يعني مش ملتزمه شويه، انما في شهر رمضان بالذات بيبقوا بتبقى اعصابهم هاديه ومرتاحه، فلما وكلهم متجمعين في مكان واحد في وقت السحور بالذات في المعز، كلهم يعتبر قاعدين في الشارع وبيسحروا سوا، كلهم مبسوطين وكلهم مرتاحين، فيعني بحس ان هم بيحبوا بعض اصلا. هو جو السحور يعني بوجه عام يعني جميل جدا، وبعدين صوموا تصحوا، بس يعني كسحور ولما وناس، حتى لو الناس دي ما نعرفهاش احنا فعلا بنبقى قاعدين مبسوطين، بنتعرف حتى على ناس جديده، ونلاقي ناس جايه من حتت بعيده جدا عشان تقعد في مكان اثري، تتعرف على ناس جديده، تتسحر. جو رمضان هو اكتر جو جميل الناس تعرف تتعامل فيه، جو بسيط. احنا مكملين معاكم برنامجنا، بس هنروح لفاصل صغير ونرجع لكم تاني، استنونا. اهلا بيكم مره تانية، رجعنا من الفاصل ومكملين كلامنا عن شهر رمضان الكريم والمهن الاساسيه فيه. انا بقى كنت حابه اسال زميلاتي في برنامج النهارده، ايه طقوسكم اول يوم رمضان؟ انا عن نفسي زي ما قلت قبل الفاصل، بنبدا طبعا فطارنا بشوربه بلبن او تمر او سمبوسه، طبعا بقت هي دي حاجه من الطقوس اللي تعتبر جديده نوعا ما. وبعد كده بنقوم نصلي المغرب، بتكون بقى المعده ارتاحت كده وخدت وضعها الطبيعي، فبنبدا بقى نكمل فطارنا عادي جدا. انت في اليوم العادي بتحبي ان انت تقضي رمضان اول يوم بره، ولا ما يعني بتخرجي او مع حد؟ انا عن نفسي شايفه ان رمضان يعني حلاوته الحقيقيه في البيت، بيكون في البيت وانت اللي عامله الفطار بنفسك والعيله متجمعين كلنا. بالضبط. انا عن نفسي يعني انا احب اقضي يعني احب اقضي رمضان وسط العيله، مش العيله قوي يعني، وسط اهلي، ماما، اخواتي، الناس اللي انا بحبها. يعني حتى لو هنعزم حد في اول يوم رمضان انا ما عنديش مانع، مع ان في ناس ما بتعزمش، بس انا بحب اقضي اول يوم رمضان مع جوه بيتي،
انا عن نفسي صراحه برضو بحب رمضان اول يوم بالذات يبقى مع اهلي، حتى ما بحبش ان احنا لازم حد اول يوم او انا ابقى معزومه عند حد اول يوم، يعني بيبقى مختلف تماما ان احنا نبقى كلنا متجمعين سوا. بس انا عن نفسي انا طقوسي في اول يوم رمضان يعني بيبدا من السحور، ان انا بنام بدري وبقوم بصحى على السحور، واصحى اتسحر واصلي الفجر وافضل سهرانه بعد الفجر اقرا قران، وبعدها بنام يعني على الساعه 5 كده ولا حاجه، وبعدين بقى ايه اصحى تاني على الظهر اقرا قران تاني. ما هو برضو يعني قرايه القران لازم نقرا، يعني لازم رمضان قراءه قران واحنا تقريبا انا عكسك شويه مرة. يعني انا فرحت اول يوم رمضان في السحور دي انا ما بنامش وعندي استعداد اسهر حتى لو في الشارع عادي، انا جاهزه جدا ان انا ابقى مستقبله رمضان، يعني نفسي اتسحر في الشارع بس برضو ببقى عايزه ابقى في البيت معاهم. هو البيت بس بحب امشي في الشارع بقى اتفرج على الزينه، اتفرج على ناس وهم بيجروا عشان يجيبوا حاجات السحور، يجروا مثلا في ناس عايزه تزين بخصوص الزينه، يعني انا بحب الزينه بتاعه رمضان. بمناسبه الزينه انا صراحه رمضان ما يمشيش بالنسبه لي من غير زينه، لازم الزينه في البيت. دي حقيقة. يعني انا ما افرحش برمضان او ما احسش ان رمضان دخل علينا غير لما انا ابقى مزينه الصاله ومحطه فوانيس والدنيا منوره عندي ولازم اطفي الانوار عشان بنلاقي حتى العماير، يعني من قبل رمضان يمكن باسبوعين ثلاثه بتلاقوا كل العماير الشوارع منورين حاطين الانوار، يعني حتى الشوارع اللي بتبقى ضلمه بالعادي بتبقى منوره برمضان. وبرغم صعوبه جو رمضان، يعني صعوبه الجوع في رمضان، الى انه سبحان الله هو بيعدي، ولان احنا عارفين طبعا ان رمضان ده بيبقى شهر سكينه واطمئنان، وبنبقى رايحين الصبح او معظم الناس بتبقى رايحه الصبح جعانه وتعبانه ورايحين وظايفهم، بس سبحان الله بعد ما بتعدي فتره الصيام بنحس انه كان ما تعبناش. او انت عارفه الغريب في ايه يا سالي؟ اصلا احنا في الايام العاديه لو خرجنا من غير ما نفطر بنهبط وبندوخ، انما في رمضان اول يوم رمضان بالذات احنا بنبقى خارجين ورايحين الجامعه ورايحين الشغل من غير ما نكون اكلنا ولا شربنا، وما بندخش وما بيحصلش معانا اي حاجه. بصي، يعني هو بخصوص الصيام وعشان الشغل، عشان دي نقطه لازم تتكلم فيها كل الناس، لان بيبقى اول يوم كلنا يعني بنبقى تعبانين، ارتباك بقى مواعيد نوم، يعني الناس فرحانه لسه ما نامتش او ما ظبطتش مواعيد نومها، الناس اللي متعوده تشرب شاي او قهوه فبقت مدمنه تقريبا عليها، زي ما يكون كده في اعراض انسحاب بالنسبه لهم. اول ايام الشغل دي بتبقى فيها تعب، فيها مجهود، حتى لما بيروح الشغل اللي هو يعني في حاجات قدامه غلط، ممكن هو اتعود ان هو يبدا يومه بفنجان قهوه او سيجاره، فلما في رمضان يجي ما بيقدرش ياخد الحاجات دي، ف بيتعصب وبيطلع غله في الناس ما لهمش ذنب. ده خصوصا بقى كمان لو ليه مدير، يعني مستني بقى اللي هو مدير، يعني ممكن لو قال له اي كومنت مش موجود او مش في محله، يعني لا يا جماعه انتوا خليكم هادين، اليوم بيعدي بسرعه جدا وده صيام، بلاش بقى غايبه ونميمه، يعني بلاش مشاكل، رمضان شهر المغفره، يعني نقضيه في العباده. يعني يا ريت احنا نبقى مثلا لو في الشغل او في الجامعه يعني نسلي وقتنا بان احنا ممكن لو في احنا مش طايقين بعض ومتعصبين ممكن نقعد نقرا قران عادي جدا، ممكن ان احنا نقعد نستغفر، ممكن نقعد نتسلى في الكلام، انما الحاجات اللي احنا بنعملها طول رمضان ما ده حقيقي لازم يعني نسكت. هو رمضان فعلا يا بنات مش بس او مهن رمضان هي مش بس متوقفه على انها مجرد اكل وشرب، مهن رمضان عباره عن طقوس جميله وعميقه ما بيكملش رمضان الا بيها، بياع الفانوس والخياميه وكمان المسحراتي. رمضان يعني تهجد وتراويح وقيام ليل وحتى ختم للقرآن. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم علينا وعليكم، ويا رب ربنا يعيده عليكم كل عام لا فاقدين ولا مفقودين. بكده أعزائي المشاهدين نكون ختمنا معاكم حلقة النهاردة من برنامج بيقولوا، نشوفكم بعد رمضان ومواضيع جديدة، نشوفكم على خير.